اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. كيف تتخطى الحب العابر؟ الحب هو أحد أسمى المشاعر الموجودة لدى الإنسان، فلقد خلق الله تعالى الإنسان وهو أعلم بما يحتاج إليه وما فطر عليه. فمنذ أن يتعرف الإنسان على الحياة يبدأ حب الوالدين بالدخول إلى قلبه، ومن ثم يدخل حياته حب الأصدقاء والآخرين، إلى أن تدخل مشاعر حب الجنس الآخر إلى حياته، والتي يحاول من خلالها التعرف إلى شريكة حياته وأم أولاده. لكن هناك كثير من العلاقات التي يكون مصيرها الفشل، أو أن الحب يكون من طرف واحد فقط. ومن منا لم تنفحه نسمات الحب والإعجاب بشخص ما؟ وكم تعلقنا بشدة بذلك الشخص وعصف حبه بقلوبنا، وكم وقفت الحروف والكلمات عاجزة عن وصف تلك المشاعر التي نبضت بها قلوبنا وانتعشت أرواحنا بها، وكم شعرنا بالحيرة أمام تلك الأحاسيس التي لم نعرف كيف نوصلها لمن أحببناه وأردنا أن نكمل درب الحياة معه، ولكن كان للقدر اختيار آخر. في هذا الفيديو سنقوم بطرح جملة من المقترحات التي من شأنها أن تبرد حر العاشقين. أولاً، توقف عن التفكير بذلك الشخص. فقد تعتقد بأن فكرة النسيان تبدو مستحيلة، ولا سيما أنك تسترجع اللحظات الجميلة التي قضيتها معه، وستشعر بالتأكيد أن حياتك قد توقفت. ولكن مع مرور الوقت ستدرك بأنها ليست نهاية العالم، فالوقت كفيل بمعالجة جروحك ومشاعرك المخدوشة. ثانياً، احذر من أوقات الفراغ، لأنها ستكون مفتاحاً لباب الأفكار السيئة والذكريات المؤلمة، وستزيد من معاناتك. لذا تخلص منها بإشغال نفسك بالقيام بأشياء مفيدة وممتعة وممارسة هواياتك المفضلة. ثالثاً، فكر بإيجابية، ولا تجعل الأفكار السيئة تتسلل إلى دماغك، ولا تنظر إلى نفسك على أنك شخص غير محظوظ، فإن لم تجد سعادتك مع هذا الشخص فحتما ستجدها مع شخص آخر. رابعا، الخروج مع الأصدقاء. فعندما تخرج مع بعض الأصدقاء المقربين من نفسك، فإن هذا الأمر سوف يساعدك على النسيان وسيخرجك من حالتك الصعبة هذه. خامسا، عليك أن تتقبل الواقع وتواجهه بقوة. من الطبيعي الشعور بالحزن كنتيجة لعلاقة حب سابقة، ولكن عليك ألا تستسلم لهذا الأمر، وأن تعطي نفسك فرصة الانطلاق من جديد. أثبت للعالم أنك قادر على مواجهة التحديات والصعاب. سادسا، ركز على الحاضر لا على الماضي، ولا تسمح لهذا الماضي بأن يحطم حاضرك ويدمر مستقبلك. انسى الماضي بكل آلامه، ولكن استفد من تجاربك وأخطائك الماضية. نعم، يمكن أن تبدأ صفحة جديدة من حياتك، ودع شمسها تشرق. سابعا، أعد البناء. ابحث عن الشخص الذي يشاركك الحب وحاول بناء علاقاتك وحياتك من جديد، فالحياة لم تنتهي عند أول علاقة فشلت في تطويرها. ثامنا، أعد التعرف على نفسك أكثر وبناء شخصيتك. إن أردت أن تخرج من مشكلتك هذه، فينبغي عليك أن تفكر مليا، لماذا تحب شخصا لم يختره القدر لك؟ صدقني، إن الله سبحانه وتعالى لا يختار لنا إلا الخير، وستدرك مع مرور الأيام حكمة الله عز وجل. تذكر دوما أنك لو اطلعت على الغيب لرضيت بالواقع. لذا ثق بالله عز وجل وارضى بحكمته وقدره. تاسعا، فكر في الجوانب السلبية ونقاط ضعف الشخص الذي كنت تحب. إن اتباع هذه الطريقة من شأنها
أن تحسن مزاجك وتخرجك من أزمتك العاطفية. عاشراً، عليك أن تبتعد عن الشخص الذي أحببته. عليك أن تتحاشى رؤيته، حيث إن الاستمرار في ذلك سيجعل الأمر أكثر صعوبة وألماً، وعليك أيضاً أن تتجنب الاتصال به بأي شكل من الأشكال. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.